مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا، كل تحياتي إليكم. إذن هذه حلقة جديدة وبرنامج من القاهرة، نتابع ونرصد فيها أهم الموضوعات على الساحات المختلفة، سواء على مستوى مصر المحلي أو كذلك في منطقتنا العربية المأزومة، كذلك على المستوى العالمي. وفي حلقة الليلة، في استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني، الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها. ونتابع كذلك رئيس الأركان يتفقد الإجراءات الخاصة بالتأمين على الحدود مع غزة، ويؤكد أن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل. وكذلك وزير الخارجية يعقد لقاء موسعا مع سفراء الدول العربية بالقاهرة، ويؤكد أن السبيل الأوحد لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط هو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. نتابع كذلك في حلقة الليلة التقارب المصري التركي ودوره في إعادة رسم خريطة التوازنات في منطقة الشرق الأوسط. إذن تحية مجددة مشاهدي الكرام، تفاصيل حلقة الليلة استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصية الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، فقد تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من جانب النيابة. واتصالا بذلك، أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، فقد أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بالنيابة. وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن أهالي الطلاب وحديثي السن منهم قد تعهدوا أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم. على صعيد آخر، رحبت كتلة الحوار بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدة أن هذا القرار هو خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر. وأوضحت الكتلة في بيان لها أن مسار الإفراجات يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته الحوار الوطني وإطلاق الحريات فيه. وأشارت إلى أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول يتم حلها الآن على محورين، أولهما تنفيذي بإخلاء سبيل عديد من المحبوسين احتياطيا، وثانيهما قانوني بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية وكل مواد القانون ذاته. ينضم إلي الآن النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب. سيادة النائب، أهلا بك وكل التحية. خطوة أعتقد الجميع أنها خطوة مهمة وخطوة على الطريق، الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا هي خطوة ويعني تحسب للنظام السياسي، لكن تتبعها كذلك خطوات، وأنتم نواب الشعب وحفاظه وأنتم القيمون على الأمور. كيف ترى ما حدث اليوم؟ مساء الخير لحضرتك وعلى السادة المشاهدين. يمكن هو ده سلسلة من القرارات التي يصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يؤكد حرصه على المصالحة وعلى الاستمرار في توصيات الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني.
يمكن 151 محبوس يمكن هم صغار السن، يمكن تم تغريرهم وتم التغرير بهم، يمكن ده نظرة يدخلهم فيها المجتمع، وأيضا وضع الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان أحد المسارات للحفاظ على الحرية وممارسة الحياة السياسية وممارسة الرأي. أيضا هناك في ما يجري الآن، وأنا عضو لجنة تشريعية في مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية، وهذه الخطوة التي تأجلت أكثر من 72 عاما أن يكون هناك قانونا أو قانونا جديدا للإجراءات الدينية، هو يعتبر الدستور الثالث في مصر. يمكن كل ما يدار من خلال جلسات المجلس النواب واللجنة التشريعية واللجنة الخاصة هو تأكيد القيادة السياسية ونحن كنواب الشعب على الحفاظ على حرية المواطن وحرية التعبير وحرية الرأي، وايضا الحريه المسؤوله، وان يكون هناك في اطار قانوني، وايضا في قضايا الراي تحديدا تحديد المدد للحبس الاحتياطي، هذا امر مهم جدا. ولكن اريد ان اؤكد ان لابد ان يكون هناك في المجتمع ان يعي، والشباب تحديدا ان يعي مصالح الوطن، وان لا يغرر به، وان يثقف نفسه، ان يحفظ مقدرات هذا الوطن وتراب هذا الوطن من خلال الإعلام ومن خلال الندوات ومن خلال أن يعرف حقه المواطن في التعبير وحقه في التعبير، عدم مساس له حق التعبير لكن عدم مساس عن مؤسسة الدولة. نعم. طيب حضرتك عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وحيل لكم القانون أو ما يزمع أن يطبق، وخاصة ما يقصد به موضوع تعديل مدد الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، أنتم منوطون بالتشريع وبالمصادقة على هذه التشريعات، كيف ترى مواد القانون وما تم تقديمه حتى اللحظة؟ هو يعني بلا شك ان نؤكد على شكر كل من ساهم في مشاركه في هذا القانون، سواء اللجنه الخاصه، سواء اعضاء المشاركين اعضاء مجلس النواب او نقابه محامين، نقابه مهندسين، المجلس الاعلى للقضاء، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، كل الجهاز، مركز المجلس القومي لحقوق الانسان، كل المشاركين. يمكن احنا فيه بيشارك المجتمع المدني خارج الاستاذه في القانون الدستوري والقانون في وزاره في اسف في الجامعات، كل المجتمع المدني التي شاركت في اخراج مشروع قانون الاجراءات الجنائيه، ايضا التوصيات التي اوصى بها السيد الرئيس هو الحد وضع حد اقصى للحبس الاحتياطي، سواء الجنايات او سواء الجنح أو العقوبة البديلة في استثناء فرض العقوبة البديلة مكان الحبس، وده يمكن أمر مهم جدا يكون هناك في تعظيم دور ممكن حضرتك يعني توضح لي هذه النقطة تحديدا سيادة النائب؟ معنى أن هناك في هناك الحبس وهناك العقوبة البديلة، العقوبة البديلة هي الغرامة، أن تدفع غرامة في ما دام هناك شخص يتمتع بإقامة محل إقامته معلوم، وهذه القضية ليست قضية مثلا كبيرة أو كذا، فممكن يدفع الكفالة أو الغرامة ولا يتم حبسه احتياطيا، لأن الحبس الاحتياطي قد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ممكن في أوقات أن يكون هناك فيما مضى أن يكون هناك إجراءات تحفظية بياخذ 4 في 15 في كذا في كذا، والتحقيقات تنتهي ويتم التجديد له بشكل طبيعي. وهذا يؤثر في النهاية، يطلع في النهاية المواطن أو الشخص هذا يطلع في النهاية براءة. فهو ممكن يتم بعد انتهاء التحقيقات ممكن يفرج عنه بضمان مالي، وهذه هي العقوبة البديلة والتخفيض من الحبس، قرارات الحبس. يعني فكره العقوبات التي لا تستاهل، لا تكون خطيره على المجتمع، يعني احيانا بتكون هناك تصرفات الحد من تق... من 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 تقييد الحريه او الحد من تقييد من فرض عقوبه مقيده للحريه، يمكن ده العقوبه المقيده للحريه هي الحبس.
وقد يكون هناك المسألة ليست مطلوبة ذلك أو ليست بذات الأهمية، فممكن يتم دفع العقوبة البديلة أو الغرامة البديلة في وأن يتم التحقيقات وأن يكون هناك في مسار الطبيعي للقضاء في هذا الشكل. نعم، الحقيقة الرئيس يعني استجاب لذلك بشكل يعني مهم، انه وجه بمسألة الإفراج، ومن قبل هناك استجابات، وهناك يعني ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن بعض المحبوسين بشكل أو بآخر. وأعتقد أنه الدولة وعلى رأسها يعني على رأس قمة السلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجهت في السنوات الأخيرة لفكرة إقرار حقوق الإنسان، لكن أيضا مع فكرة الحفاظ على الدولة وعلى القانون. هذه هي المنطقة المنوط الحديث فيها، فكرة الحريات والحقوق وتطبيق هذه الحريات، وأن يعيش المواطن حرا في وطنه طالما لا يتعدى على مقدرات الدولة ولا على مصالح الآخرين، وفي نفس الوقت أن يتم إلزامه بالقانون وأن يطبق هذا القانون أيضا بشكل حازم وبروح القانون في نفس الوقت. هناك فرق كبير ما بين الحرية وما بين الفوضى وما بين الحرية المسؤولة. الحرية هي لها محددات محكومة بالقانون. أيضا في فرق بين التظاهر وبين الفوضى. التظاهر هو أمر مشروع وقانوني على أن تسير فيه الإجراءات القانونية، أن تتقدم الجهات التنفيذية بتحديد وقفة أو كذا أو كذا من خلال القانون. إذن القانون والدستور يعترف بهناك في وقفات، ولكن لا يعترف بهناك في فوضى. من يريد أن يختلق الفوضى في عقب القانون من خلال المواد المعقبة على هذا الشأن. فلذلك لابد أن يكون هناك فرق ما بين الفوضى وبين التظاهر بشكله القانوني وبين حرية الرأي ومسؤولية حرية الرأي. وهذا ما نريد أن يفهمه الشباب ومن يغرر بهم، لأن هناك لابد أن يكون هناك حرية. الحرية مسؤولة الحفاظ على المنشآت العامة، الحفاظ على كذا، الحفاظ على أمن الدولة، الحفاظ على استقرارها، الحفاظ على الشارع وحفاظ على المنشآت الخاصة والعامة. هو ده الحرية المسؤولة. لكن تريد أن تبدي رأيك، فلا يوجد اليوم ما يمنع أن تبدي رأيك، سواء في الصحف، سواء في البرامج، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي. فلا خلاف لذلك، ولكن الخلاف او من يعاق عليه القانون هو الفوضى او الحريه اللامسؤوله التي تشكل فوضى وتشكل اضطراب وتشكل خطر على المجتمع وخطر على تماسك المجتمع وتماسك جبهته الداخليه. هو المنطقه الفاصله والخطوط، خطوط التماس بين الحريات وبين التقيد بالقوانين، اعتقد انه الراعي الحقيقي لها هو مجلس النواب، يعني انتم منوطون بذلك بالحفاظ على هذه المنطقه، على الخطوط الفاصله وحساسيه هذه الخطوط لصالح الوطن ولصالح المواطن بطبيعه الحال. بشكرك شكرا جزيلا النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تحياتي إليك. قام الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. بدأ رئيس الأركان جولته بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري، حيث أكد خلال الجولة أن المهمة الرئيسة للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. نتابع هذا التقرير. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل، مؤكدا على أهمية التحلي بالعلم والإرادة
والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام باحترافية عالية. وأدار حوارا مع عدد من المقاتلين استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات. كما اطمأن على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل ومنظومة التأمين لخط الحدود الشمالية الشرقية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل والتنسيق بين كافة التخصصات بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار 24 ساعة. كما شارك رئيس أركان حرب القوات المسلحة المقاتلين تناول وجبة الغذاء داخل إحدى نقاط خط الحدود الدولية، مؤكداً على ضرورة تفهمهم لمهامهم المكلفين بها والتي تعتمد على اليقظة العالية والقدرة على التعامل مع كافة المواقف الطارئة. عقب ذلك المرور على عدد من الارتكازات الأمنية بمدينة رفح، حيث نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمقاتلين، وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة، مؤكداً على ثقة القيادة العامة للقوات المسلحة في قدرتهم وكفاءتهم القتالية، مع الحرص على عدم الانصياع للشائعات والأحاديث التي تهدف إلى النيل من الدولة المصرية التي تحملت الكثير في حربها على الإرهاب وتكثيف منابعه، حتى تحقق الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب المصري عموماً وأهالي سيناء بوضع خاص، موجهاً التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن أرض سيناء الغالية. وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة من مركز عمليات قطاع تأمين شمال سيناء إجراءات فرض السيطرة وتأمين المشروعات التنموية التي تنفذ في إطار خطة التنمية الاستراتيجية لشمال سيناء، مرشدا بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته. وعلى هامش الزيارة التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمحافظ شمال سيناء ومدير الأمن لاستمرار تنسيق الجهود بما يخدم طموح أبناء شمال سيناء في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة لهم. حضر الجولة التفقدية قائد قوات حرس الحدود ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقائد الجيش الثاني الميداني والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد القوات الخاصة وعدد من قادة القوات المسلحة. مشاهدينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي هاتفيا سيادة اللواء عادل العمدة، هو المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء أهلا بحضرتك وكل التحية، وأسألك عن الأهمية وعن الدلالة لزيارة رئيس يعني الفريق أحمد خليفة لهذه الزيارة المفاجئة لمنطقة مهمة للغاية، لمنطقة يعني أعتقد أنه أمنها هو الأمن المصري في الفترة سواء الماضية أو المقبلة. تحياتي إليك مرة تانية. أهلا بك يا دكتور محمد، برحب بسيادتك وبسادة المشاهدين. طبعا دلالته أهمية هذه الزيارة أنها تأتي في توقيت
تموج به المنطقة بكثير من التحديات والتهديدات، وخصوصا الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي في ظل تصريحات موتورة من قبل الجانب الآخر على الدولة المصرية وتمسكها ببعض يعني الأكاذيب والافتراءات على الشعب، والمحاولة بالزج بالدولة المصرية أيضا في معتركها ومحاولة تحقيق أهداف مكذوبة ومغلوطة على حساب الدول الجوار ومنهم الدولة المصرية. دي من تصريحات أدلى بها رئيس وزراء الإسرائيلي في مواضيع منذ قليل. هنا أعتقد أن إحنا بنقول للعالم كله، بنقول لشعبنا الشعب المصري أن عندنا قوات مسلحة قادرة، مهمتها الدفاع عن أرضها وعن حدودها، حدودها آمنة بفضل الله. عندنا قوات مسلحة قادرة على يعني التأكيد على تلبية متطلبات الأمن القومي المصري في أي اتجاه من الاتجاهات الاستراتيجية. أدي رسالة طمأن للشعب المصري والدول العالم كله المحبة للسلام إن مصر قادرة على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، تمتلك مقومات ذلك، عندها جيش قادر قوي مدرب مؤهل. اطمئن سيادته على مدى جاهزية واستعداد وكفاءة القوات على تنفيذ أي مهمة توكل إليهم من قبل في من الاتجاهات الاستراتيجيه، وخصوصا الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي. اكد على ان رساله الطمانه اللي وصلت لسيادته للساده القاده اللي كانوا بيصطحبوا سيادته ان الاجراءات اللي بتتم على اكبر وجه. اكد سيادته ايضا على ان يعني اجراءات فرض السيطره وتامين المشروعات التنمويه تنفذ في خطه التنميه تحت سيطره وقدرات وتامين وتلبيه متطلبات الامن القومي للقوات المسلحه في منطقه شمال سيناء تحديدا. الروح المعنويه كانت للابطال عاليه جدا، ده اللي لمسه سيادته، واكد عن ولاحظ سيادته واشاد بالروح المعنويه العاليه للابطال، وان هؤلاء الابطال لديهم القدره على بذل كل ما هو غالي ونفيس في سبيل حمايه الوطن وتلبيه وصون المقدسات. نعم، ان يتوجه رئيس الاركان الى هذه المنطقه بشكل هي زياره مفاجئه، هو شكل من اشكال التفتيش والاطمئنان على الجاهزيه. اعتقد ان هناك رسائل ايضا ليست فقط ترسل الى الداخل سواء الى الشعب المصري او الى افراد القوات المسلحه جميعا، لكن ايضا هي رسائل الى الخارج. اهم هذه الرسائل من وجهه نظر حضرتك؟ قدرة الدولة المصرية على ردع كل من تسول له نفسه المزاج بأمننا القومي في أي توقيت وبأي اتجاه بأي قدرات كانت. عندنا القدرة على تلبية متطلبات الأمن القومي المصري في كل الاتجاهات. يعني ينذر ان ما حدش يحاول يجرب مع مصر، يمكن السيد الرئيس قالها قبل كده، قال ما تحاولش تجربوا، ما تحاولوش تجربوا مع مصر، مصر ما بتتجربش. فبالتالي احنا بنقدم هذا الكلام وبنؤكد عليه، احنا فرضنا التوازن الاستراتيجي في المنطقه، لدينا القدره على تلبيه متطلباتنا، اذا القوات المسلحه قادره وجاهزه. طب اللي ياكد على هذا الكلام الزياره الان بها سيادته. لا، منذ يومين ادلت وزاره الخارجيه بتصريح دحض كل الافتراءات اللي بتدور حول هذا الدور على الدوله المصريه، والنهارده ترجمه حقيقيه للذراع السياسي الذراع العسكري للقوى السياسيه اللي بيقدم الدور ايضا. ويتاكد السيد رئيس الاركان حرب القوات المسلحه سيد الفريق احمد خليفه بنفسه ومعه عناصر يعني قاده من قاده القوات المسلحه، يتاكد بنفسه رؤيه العين على ان هذه العناصر فعلا قادره على تلبيه متطلبات الامن القومي المصري، وبالتالي ايضا ردع كل من تسول له نفسه المزاج الامن القومي في اي اتجاه من الاتجاهات الاستراتيجيه. راى هذا الكلام رؤيه العين، انتقل وتفقد القوات والعناصر، تحرك على خط الحدود الدوليه، تفقد النقاط الارتكاز الأمنية، يعني تتواصل مع الأبطال في أماكنهم، تناول معهم وجبة الغذاء، أقدم لهم تحيات السيد القائد الأعلى والسيد القائد العام. إذن يعني هنا تواجد وتواصل مستمر ما بين القائد وجنوده ليؤكد ويترجم حقيقة التواصل وقدرتنا على تحقيق الأمن والأمان للدولة المصرية، وبالتالي تلبية متطلبات الاستقرار داخل المنطقة. ومعلوم أن مصر هي الرقم المهم في المعادلة ظل التحديات الممنهجة اللي بتتمارس علينا من كل الاتجاهات الاستراتيجية، ولكن مصر الحمد لله قادرة على كون مقدساتها من خلال أبطالها. وتحية تقدير لشهدائنا اللي بذلوا كل ما في وسعهم من أرواح ومن كل شيء في سبيل تحقيق أمن مصر على مدار العصور. رسائل مهمة وكلنا ثقة في قواتنا المسلحة. بشكرك سيادة اللواء على مشاركتك معنا، اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. كذلك ينضم إلي دكتور أحمد الشحات، هو خبير السياسة الإقليمية. دكتور أحمد أهلا بك وكل التحية. يعني الحديث حول القدرة
وقوة الردع، والحديث حول توازنات إقليمية مهمة للغاية، ذراع سياسية تظهر في الجانب الدبلوماسي على المستوى الرئاسي وكذلك على مستوى الخارجية المصرية، لكن أيضا هناك ذراع قوية وهناك ذراع عسكرية تحمي ولا تعتدي على الآخرين، لكنها تؤكد أنني قادرة على حماية حدود هذا الوطن ومواطنيه ومقدرات هذه الدولة. كيف تثمن التحركات المصرية خلال الأيام والأسابيع بل على مدى الأشهر الماضية؟ تحياتي إليك دكتور أحمد مرة أخرى. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني طبعا الدولة المصرية منذ بدء الأزمة تحركت في مسارات مختلفة على المستوى السياسي وعلى يعني من خلال حشد المجتمع الدولي كله للقضية، وكانت قبلة لكل الدول أو قادة الدول أو المسؤولين لإثبات مواقفهم حتى تجاه هذه القضية من الدولة المصرية، وقدرت أنها تأخذ مواقف مباشرة يعني قودت بشكل كبير وأفشلت المخطط الإسرائيلي من فكرة التهجير القسري وحتى الأداء الاحتلالي لمحور فيلادلفيا ومعبر رفح، وهناك أصبح هناك حشد دولي معبر رفح من الجانب الفلسطيني بالطبع، فأصبح هناك ردود أفعال حتى انقلبت زي يعني كلام وزيرة الخارجية الألمانية اليوم قبل ذلك وزير الخارجية البريطاني. فهناك دول غيرت حتى مواقفها نتيجة إطالة أمد الأزمة وانكشاف النية الحقيقية يعني نتنياهو في مخططه الإبادي والعدائي في الأراضي المحتلة. في نفس الوقت هناك رسالة وضع موازية تتحرك الدولة المصرية من خلال القوى الشاملة المتميزة في كافة الاتجاهات، فبناء عليه أصبح هذا التحرك لسيد رئيس الأركان وكبار القادة في هذا الاتجاه ورمزية وجودهم في هذه المنطقة الحدودية تعطي رسالة طمأنة للمجتمع المصري بأن هناك سيطرة على الحدود وقدرة حقيقية على يعني توفير كافة الأدوات لتحقيق هذا الهدف. النقطة الثانية أن رسالة ردع ورسالة مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي بأن الدولة المصرية قادرة على مجابهة كافة التحديات ومستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة بشكل مباشر، وإن كانت متدرجة أو كانت تصاعدية. فنحن في فترة حرجة وفترة انتقالية تتطلب هذه الرسائل، ودلالة التوقيت مهمة في هذا الوقت. طيب دكتور أحمد، يعني منذ يومين خرج رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوجه انتقادات وتصريحات يعني تتهم مصر بأنها تتسبب في إفشال أو عدم إنجاح بشكل يعني أحرى محادثات التهدئة والهدنة والسلام، والخارجية المصرية الحقيقة ردت ردا قويا على ذلك ودحضت هذه الاتهامات بشكل أو بآخر، مؤكدة على الثوابت المصرية وأنها يعني لا تتغير لا تتبدل، أنها داعمة للقضية الفلسطينية، داعمة لجهود السلام في منطقة الشرق الأوسط، بل وداعمة لكل جهود السلام على كافة المستويات إذا كانت تصب في صالح الشعوب وتحديدا هنا في هذه الحالة الشعب الفلسطيني. ماذا يحاول رئيس وزراء الاحتلال أن يفعله تجاه دور المصري، ويعني كيف تعنى مصر بأن ترد بالشكل المناسب؟ وأعتقد أنه يعني زيارة اليوم لم تكن ببعيدة عن تصريحات الخارجية أمس الأول. أؤكد لحضرتك كما ذكرت أن الدولة المصرية حجر عسرة في اتجاه كل مخططات نتنياهو منذ بداية الحرب بعد 7 أكتوبر حتى تاريخه، بداية من اتخاذ كما ذكرت الموقف المتشدد والواضح ويعني والحاسم من فكرة رفضها للتهجير القسري وتصفية القضية على حساب الدولة المصرية وعلى حساب الشعب الفلسطيني. النقطة الثانية فكرة خلال جولات التفاوض وطرح فكرة محور فيلادلفيا كعقبة رئيسة في مسار المفاوضات، وقفت الدولة المصرية وأصرت على رفضها القطع لهذا النهج، وكذلك رمزية معبر رفح
من الجانب الفلسطيني ورفع العلم الإسرائيلي في هذه الرمزية التي استفزت حتى جنودنا على الحدود المقابلة أو الحدود المشتركة. في نفس الوقت نتنياهو بيحاول تبرير أفعاله يعني العدائية في الداخل الفلسطيني من خلال يعني تصدير فكرة أن هناك دول أخرى هي المتسببة في الوضع وهي التي تؤجج الوضع وهي التي تساهم والتي تساعد. وفي نفس الاتجاه بيستخدم أسلوب التضليل والتزييف وقلب الحقائق واستدعاء أفكار قديمة ولقلب الموازين وتبرير وجوده في هذه المنطقة لتنفيذ مخططه الاحتلالي وتغيير ملامح القطاع ديموغرافيا وجغرافيا وفرض واقع أمني جديد يسيطر عليه لترسيخ الفكر الاحتلالي الذي ذكرته. نعم، يعني أعتقد أنه يعني إسرائيل تحاول أن تفتح كل الجبهات، وليست إسرائيل يعني أتحدث عن رئيس وزرائها تحديدا بل عن حكومة الحرب، سواء جبهات عسكرية وجبهات صراع على الأرض وكذلك جبهات سياسية بشكل أو بآخر. واتصالا بهذا الموضوع، يمكن خرج اليوم مصدر أمريكي يتحدث عن أن هناك خطة جديدة للسلام خلال أيام سوف تطرح. هل تعتقد أن الراعي الأمريكي أو الوسيط الأمريكي أيام ما كان هي القوة الأهم وفي يدها كثير يمكن أن تفعله لوقف هذا الصراع، هل تعتقد أنه ثمة جهودا حقيقية يمكن أن تقدم من قبل الولايات المتحدة لحل الأزمة في الشرق الأوسط؟ يعني اعتقد ان يعني الولايات المتحده الامريكيه هي الدعم الرئيسي وهي المتسبب الرئيسي في استمرار الحرب حتى هذه المرحله من خلال الدعم المطلق لاسرائيل. فكره اي طرح اي مبادرات سواء انيه او مستقبليه ستاتي بشكل كبير تدعم الموقف الاسرائيلي على حساب الموقف الفلسطيني وتفرض واقع ميداني عسكري على الارض ينعكس على مسار اي مفاوضات. فيعني احاول ان اقتنع ان الولايات المتحده الامريكيه لها دور إيجابي في هذا الموضوع لحلحلة الوضع، ولكن إن حدث سيكون بشكل نسبي ومحدود لا يحل القضية ولا يحسم الموقف ولن يتقبلها الجانب الفلسطيني بشكل كبير من خلال طرح بقى أفكار جديدة، قوات دولية خلافه، يعني كل الأفكار التي تم طرحها قبل ذلك ولكن يتم استعادتها مرة أخرى لحلحلة الوضع وإحداث مكسب سياسي لبايدن على حساب الفلسطينيين وتحميل حركة حماس والجانب المفاوض الفلسطيني مسؤولية تعثر أي مفاوضات. نحاول أن نقتنع مثلك دكتور أحمد بالدور الأمريكي وما سوف يمكن أن يفعله، لكننا لم ننجح بعد في هذه المحاولة. عسى أنه الأيام المقبلة يعني تشهد لنا نجاحات أكبر. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الشحات الخبير الإقليمي، كل تحياتي إليك. في أمر ذي صلة، أكد دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط هو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وعلى حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده عبد العاطي مع سفراء الدول العربية المعتمدة مدينة لدى القاهرة، حيث تم استعراض ما تواجهه المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من تحديات جسيمة غير مسبوقة. كما تناول الاجتماع إعادة التأكيد على دعم البلدان العربية لترشيح دكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو على ضوء كونه المرشح العربي لهذا الموقع الدولي المهم وفقا لقرار القمة العربية في المنامة. في صعيد ذي صلة، وإن كان غربيا أكثر، فلم يكن قرار بريطانيا بتعليق صادرات بعض الأسلحة لإسرائيل قرارا مفاجئا، لكنه لم يخلو من الصدمة لمسؤولي الاحتلال في الوقت ذاته.
فالخطوة جاءت من حليف تاريخي وفي توقيت للغاية هو حساس، إذ اتهم بعض السياسيين البريطانيين والجماعات اليهودية حكومة حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل، فيما قال آخرون إن القرار خطوة غير كافية. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلي من لندن أكرم عطلة الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أكرم أهلا بك وكل تحياتي. يعني خطوة ربما جاءت متأخرة لكنها في التوقيت ذاته لم تكن يعني متوقعة، إذا ما عدنا شهرين أو ثلاثة أو أسبوعين أو ثلاثة حتى، فلم نكن نتوقع يعني مجرد الأيام الأخيرة التي بثت فيها الفكرة. كيف تقيم ذلك؟ ومرحبا بك مرة أخرى على شاشتنا. مرحبا بكم وبجميع السيدات والسادة المشاهدين. لا، هي خطوة مفاجئة وليست مفاجئة، هي خطوة مهمة ولكنها ليست بالقدر الكافي، وخطوة رمزية شديدة التعبير وشديدة الأهمية بالمعنى الرمزي، خصوصا حين تأتي من دولة مثل بريطانيا، هي الدولة التي أقامت إسرائيل ورعتها ومنذ بداية وعد بلفور. المسألة الأهم في هذا أنه هذه الدولة أو العاصمة بريطانيا كانت أقرب لإسرائيل على امتداد العقود الماضية حتى بعد أن تولت الولايات المتحدة الأمريكية رعاية إسرائيل. نعم. هذا القرار اتخذ بالتأكيد يتعلق بتغيير النظام الحاكم في بريطانيا من حزب المحافظين إلى حزب العمال، وحزب العمال الذي يحتوي على نخبة تقدمية مناصرة للحقوق الفلسطينية، أخذا بعين الاعتبار حجم الانقسامات في المجتمع البريطاني الذي شكت منه الحكومة البريطانية السابقة، إذ اكتشف النظام السياسي في بريطانيا بشقين، سلطة ومعارضة، كل الأحزاب البريطانية اكتشفت أن الشارع البريطاني منقسم إلى حد كبير، جزء منه كبير إلى جانب الفلسطينيين. العاصمة الأكبر التي ضمت متظاهرين حتى الآن بمئات الآلاف هي لندن، وبالتالي كان يجب أن يعبر عن ذاته. لكن هذا القرار هو يمثل أقل من 10% من رخص السلاح التي تصدر لإسرائيل، من 350 رخصة سلاح 30 رخصة، أقل بالتأكيد من 10%. لكن لا يعني ذلك أنه هذا القرار هامشي، لا، هذا قرار مهم بالمعنى الرمزي، أن تجرؤ دولة مثل بريطانيا، دولة مهمة ودولة مركزية وليست هامشية في أوروبا، أن تتخذ قرار من هذا النوع. هذا يعني أن هناك تغير وتغير كبيرا في السياسات البريطانية تجاه إسرائيل، أو رسالة شديدة اللهجة تجاه إسرائيل. صحيح أن بريطانيا حاولت أن تتوازن ارتباطا بداخل بريطانيا، سواء للمتظاهرين يعني نوع من المهادنة مع المتظاهرين أو نوع من المهادنة مع التيار التقدمي في الحزب البريطاني، ولكن الحقيقة المسألة أبعد من ذلك. المسألة لها علاقة بتغيرات حقيقية في المجتمع البريطاني. طيب. أنا أثمن هذه الفكرة، وأعتقد أنه ربما تكون الرسالة أهم للدول الأخرى التي تصدر السلاح بل وتدعم سياسيا حكومة الاحتلال، فيمكن أن تحذو حذو الحكومة البريطانية حتى وإن كان رمزيا، لكنه مهم. أنا أثمن ذلك تماما، لكن في الوقت ذاته وأنت تذكر فكرة التظاهرات، يعني ما جاء في مخيلتي، ويعني انه منذ متى والحكومات تهتم كثيرا برأي الشارع في مثل هذه قضايا؟ آراء الشعوب يعني كانت تسير في مكان، والدعم غير المنقطع يذهب لإسرائيل في الوقت ذاته. هل بالفعل هناك ما يمثل نقلة في استجابة الحكومات لشعوبها، أم أن هناك شيئا آخر يمكن أن يحرك هذه السواكن؟ يعني علينا أن نميز ما بين تظاهرات عابرة لا تأخذها الحكومات بعين الاعتبار، وبين تظاهرات أصبحت جزء من الظاهرة المحلية والوطنية في الدول وفي العواصم. نحن نتحدث عن 11 شهرا هناك تظاهرات مؤسسة بمئات الآلاف، وهناك مؤسسات، و بالمناسبة عندما تتحدث عن مئات آلاف، النسبة الأقل في هؤلاء المتظاهرون هي المسلمون والعرب، هم المسلمون والعرب، لكن البريطانيين هم أكثر. هذا له مدلولاته، بمعنى أن هناك مؤسسات بريطانية عريقة وهي فعلا قائمة إلى جانب الفلسطينيين. المسألة الثانية أنه ربما كانت التظاهرات سابقا
التي لم تكن تأخذها الحكومات بعين الاعتبار، هي تظاهرات موسمية عابرة مرتبطة على حدث ما، حدث عابر طغت المصلحة على ذلك. لكن الآن التظاهرات تعبر عن جزء من مجتمع بل وراء فكرته وله موقف ومستعد للدفاع عن موقفه وتعطيل مصالحه، ليس يوما واحدا أو يومين بل عشرات الأيام في العام الواحد. وبالتالي نحن نتحدث عن ظاهرة توطنت في المجتمع البريطاني، يعني ليس فقط المظاهرات، أنا أتحرك بالشوارع أحيانا تكتشف أمام البلدية من يقف 10 مثلا في غير يوم السبت المحدد التظاهرات يخفون يروحون بالكوفية الفلسطينية وبالأعلام الفلسطينية. عندما تذهب لتزور مدينة أخرى تجد أن بعض بيوت الإنجليز في مناطق ليس بها فلسطينيين أو عرب تجدهم يضعون العلم الفلسطيني فوق بيوتهم، وتجد من يحدثك عن فلسطين. بمعنى أصبحت جزء من الانتخابات البريطانية، لم تكن التظاهرات التي لم تأخذها الحكومات سابقا بعين الاعتبار جزء من الانتخابات، لأول مرة أصبحت جزء من الداخل البريطاني، جزء من التجاذبات البريطاني. لذا كان لابد للحكومة البريطانية أن تظهر على الأقل أو أن تظهر قدر من التوازن في علاقتها بإسرائيل، رغم أن الحديث كان أنه بريطانيا ستبقى مهتمة بأمن إسرائيل، وهذا صحيح، ولكن هذه الرسالة التي خرجت هي رسالة لم يكن كما تفضلت أحد يتصور لو قبل عامين أو قبل 3 أعوام أو قبل حتى 6 أشهر أنه هذا القرار يمكن أن يصدر على الحكومة البريطانية، لا أحد يمكن أن يصدق، لكن التاريخ يتحرك للأمام. نعم، ربما يكتب التاريخ بشكل مختلف، لكن هل تعتقد أنه ثمة اتجاها غربيا وربما أمريكيا يمكن أن يكون مختلفا خلال الفترة المقبلة؟ نحن نتحدث عن نشوف أصعب أنواع التغيرات معروف دائما هي التغيرات الاجتماعية. والمجتمعات الغربية التغيرات فيها تغيرات هادئة وليست تغيرات انفعالية كما يحدث في المنطقة العربية، أنه الجمهور في اتجاه ثم الحكومة في اتجاه ثم الجمهور ينقلب كله في اتجاه آخر. لا ما فيش ردات فعل، لأنه مش مبنية السياسة على المصالح، مبنية على الأفكار ومبنية، أنا أقول المواطنين، خيارات المواطن السياسي ليست مبنية على المصالح، لأن المواطن مش تابع للحزب الحاكم برضاء أو كذا وبالدولة، لا المواطن الذي يعين، وبالتالي في شكل العلاقة بين المواطن والدولة، شكل العلاقة بين المواطن والنظام السياسي شكل مختلف. وبالتالي الحكومة البريطانية تدرك أن هناك تغيرات. لا يمكن أن نتحدث عن تغيرات خلال أسبوعين أو خلال 3 أو خلال عام أو خلال عام، لكن يمكن أن نرى أن هناك تدرجا في المواقف في الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل. يعني هنا في الشرق نرى يعني ميزة للديمقراطية، للديمقراطيات الغربية، أن تحرك الحكومات شوارعها ومواطنوها. شكرا جزيلا لك سيد أكرم عطالله الكاتب والباحث السياسي، كل التحية إليك.